أشاد سعادة وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل السيد جميل بن محمد علي حميدان بنتائج الاستطلاع الشامل الذي أجراه موقع إنترنيشنز العالمي. وجاء في الاستطلاع أن مملكة البحرين هي الوجهة الأولى المفضلة للمغتربين في العالم لعام 2017، واحتلالها المركز الأول عالميا في مجال الحياة الأسرية ومكانة متقدمة من حيث الرضا الوظيفي والمهني والسلامة والأمن في العمل. وأكد حميدان أن توالي تصدر مملكة البحرين المراكز المتقدمة عالميا في تحسين بيئة العمل والرضا الوظيفي والجذب الاستثماري والرعاية الاجتماعية في التقارير الأممية الصادرة عن منظمات دولية وشبكات عالمية متخصصة يعكس ما حققته المملكة من مكتسبات متقدمة على مستوى التطوير والتحديث الشامل الذي شهدته مملكة البحرين منذ تدشين المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، وبدعم ومساندة سمو رئيس الوزراء ومتابعة حثيثة من سمو ولي العهد، حيث استطاعت المملكة تحقيق إنجازات غير مسبوقة في فترة زمنية قياسية وضعها في هذه المكانة الدولية المرموقة. وأضاف سعادة الوزير أن الحكومة الموقرة ماضية في تعزيز التنمية البشرية بما يعزز مكانة مملكة البحرين المرموقة إقليميا وعالميا في هذا المجال، إضافة إلى تطوير كافة الأنظمة والتشريعات المواكبة لروح العصر في المجالات العمالية بما يجعل من بيئة العمل في المملكة بيئة محفزة على الإبداع ومشجعة على الإنتاج بما يحقق معدلات كبيرة في الرضا الوظيفي للعمال، لافتا إلى أن حصول البحرين على مركز متقدم في أمن العمل والسلامة المهنية جاء كنتيجة للاهتمام الحكومي المتزايد في تطوير بيئة العمل. وللحديث عن هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار السيد أسامة عبد الله العبسي رئيس هيئة تنظيم سوق العمل. بداية يعني أستاذ أسامة، ما هو تعليقك على حصول البحرين على هذه المكانة المرموقة أن تكون الوجهة الأولى للمغتربين لعام 2017؟ في البداية كثير من الناس لا يعلمون أن هذا الاستبيان يقوم على أساس 38 معيار يسأل عنهم المشاركين وهم 13,000 مشارك. 38 معيار تشمل بيئة العمل وتشمل القوانين المنظمة، ولكن كذلك تشمل جوانب إحساس المغترب بالأمان. إحساس المغترب بالترحيب، إحساسه بأنه في وطن آخر له. مملكة البحرين تقدمت على كثير من الدول واحتلت المركز الأول بناء على قوانينها، بناء على إجراءاتها، ولكن كذلك بناء على بيئة مرحبة، سواء كانت هذه البيئة مكونة من المواطنين، مكونة من البنية التحتية الموجودة، حرية إقامة الشعائر الدينية، حرية تأسيس أندية وجمعيات تعنى بشؤون المغتربين. هذه كلها أدى إلى حصول البحرين على هذا المركز المتقدم. نعم، طيب كيف سيساهم حصول البحرين على هذا المركز في جذب رؤوس الأموال في إقامة مشاريع مختلفة داخل مملكة البحرين؟ بالطبع تأثيره كبير جدا، لأن من يأخذ القرار للاستثمار في دول أخرى هم بشر، هم أشخاص يبحثون بالإضافة إلى الجدوى المالية على بيئة جيدة
تجعلهم يجتذبون المهارات، يجتذبون الناس ويحتفظون بهم لما يستثمرون في مثل هذه الدول. وجودنا على رأس هذه القائمة يعطي المستثمرين النظرة بطريقة مختلفة، أنهم قادرون على أنهم ينقلون مسؤوليهم وفنيهم وموظفيهم إلى البحرين، وهم متأكدين من أن هؤلاء سوف يكونون في حالة مريحة، في حياة يرغبون فيها ويرغبون في الاستمرار فيها، وهو جيد لبيئة الأعمال بالنسبة لهم. طيب سيد أسامة، هل هناك نمط معين تتبعه مملكة البحرين للمشي على هذا الدرب مرارا وتكرارا للحصول أيضا مرة أخرى على هذه المركز العالمي الأول؟ حصلت البحرين على هذا المركز بناء على مثل ما قلت معايير كثيرة. بعض هذه المعايير مبنية داخل المجتمع البحريني المرحب الودود الذي يرحب بالجميع. الجزء الآخر له علاقة بالقوانين، ونحن سباقين دائما في قوانيننا وإجراءاتنا التي تحافظ على إنسانية العامل وعلى كرامة العامل وعلى حقوقه. جميع وزارات الدولة تقوم بواجب جبار في هذا المجال لدعم حياة المقيمين والوافدين على أرض المملكة، وهم في هذا المجال يعني مستمرين في هذه الجهود. القوانين اللي موجودة اليوم والحماية والرعاية اللي موجودة اليوم والتي تطال المواطن والمقيم ولا تفرق بينهما، هو أمر لم نصل إليه بسهولة، هو بناء على سياسة طويلة الأمد انتهجتها مملكة البحرين على مدى 15 سنة الماضية، وقامت من خلالها بوضع إجراءات وقوانين الحمد لله وصل صداها إلى المستوى العالمي ومكنتنا من الوصول إلى هذه المركز المتقدم. نعم السيد أسامة عبد الله العبسي، رئيس هيئة تنظيم سوق العمل، شكرا جزيلا لك. شكرا.